أكد الحاج أحمد السيد أحد المواطنين المشاركين في جلسة الحوار الوطني أن المشاركة في جلسة الحوار سهلة ومبسطة، وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه حرص على المشاركة في جلسات الحوار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المسؤولين. النهاردة بمنتهى السهولة دخلوني اللجنة اللي أنا قلت لهم عليها، اللي أنا حضرت فيها الاجتماع بمنتهى السهولة، البيبان كلها مفتوحة، وقلت اللي عندي بصفتك ايه؟ انا بصفة مواطن مصر مانيش منضم لاي حزب، وكذا مرة لما غابوا علشان يندهوا اسمي اقول للمنظمين انا مش منضم لاي حزب، هو اللي لوحده ده يعني مش هيكلم، يقولوا لي حاضر لحد ما تندى اسمي. انا طبعا سعيد ان انا ايه يعني لقيت باب مفتوح وقلت اللي عندي.